خلينا نروح من منتخب تونس للمنتخب المغربي. وجه طبعا الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي اتهامات للمهاجم عبد الرزاق حمد الله عفوا بانه اراد افتعال المشاكل في معسكر اسود الاطلسي، وده اللي عشان كده تم استبعاده قبل انطلاق بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واللي طبعا بتقام حاليا في مصر. واثار مهاجم النصر السعودي حاله من الجدل بعد مباراه المغرب وناميبيا في كاس امم افريقيا، لا سيما بعد تراجع طبعا اداء الهجوم المغربي كثيرا بعد استبعاده. وقال كمان هيرفي رينارد في تصريحاته لصحيفه لوموند الفرنسيه، سالوه ان كان مصابا ولماذا غادر المعسكر، ثم اوضح سمعت وقرأت عن وجود مشاكل بينه وبين اللاعبين، ولديه كمان أزمة مع لاعب واحد، كل ما يهمني حاليا أن اللاعبين تكون اللي موجودة هنا وأن أراد أحدهم إزاء المنتخب الوطني، فدي مشكلته هو طبعا وليست مشكلتي أنا. طبعا منتخب كبير، هيرفي نارو طبعا معاه منتخب كبير جدا وهو منتخب المغرب، اكيد مش هيسمح باي تجاوزات داخل المعسكر، وعشان كده يمكن شفنا المشكله الاخيره بتاعت عبد الرزاق حمد الله شفناها يمكن انتهت خلاص، ولكن بعد الاداء في مباراه الافتتاح للمغرب الناس شويه اتكلمت، طبعا كان امام ناميبيا المغرب وناميبيا، الناس اتكلمت شويه عن غياب حمد الله وان هو ازاي ما يكونش موجود، فعشان كده رجع الموضوع اتفتح من جديد.